نحن نعتبر أنه ما يجري من قبل النظام التركي ضد الشعب الكردي وبالتحديد النساء الكرديات، اللي هو منه جديد لأنه من عشرات السنين في محاميات نائبات إلى آخره دخلوا إلى السجون وقضوا فيها فترات طويلة. في مجموعة كبيرة من السجينات اليوم إضافة إلى السجينات السابقات، وهو يعني عم بيكون حياتهم مهددة بالخطر. نحن بدنا نطالب المنظمات حقوق الإنسان في تركيا، نطالب منظمات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وكل المنظمات الحقوقية العالمية أن تتحرك دعماً لقضية النساء اللي منعتبرهن نحن رهينات معتقلات، حتى يتم تحريرهن من السجون التركية وإعطاء الحقوق التي يطالب بها الشعب الكردي، حق في أن يكون تكون لغتهم يعني يتعلموا لغتهم، حق في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم، حق في إبراز هويتهم الشخصية.